السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة إيما أبتك. اليوم إن شاء الله راح نشوف شلون نقدر نتخطى حساب الجوجل لجهاز سامسونج A10S. هذا هو الجهاز. بداية بس نشوف الجهاز ونشوف حماية الجهاز. ندخل الجهاز إلى وضع الريكفري حتى نشوف الجهاز على يا حماية، ونشوف نظام التشغيل اللي موجود عليه. مثل ما تشوفون هاي قدامكم سامسونج A10S على حماية S7 باينري 7 اللي هي آخر حماية نزلت على هذا الجهاز لحد الآن. أسوي ريستارت للنظام وانتظر يبوت ويكمل، ونتأكد إنه الجهاز عليه حساب جوجل حتى نشوف طريقة تجاوز حساب جوجل. طريقة التخطي جدا سهلة، ما بيها تعب، ما راح تاخذ من عندك اكثر من 5 دقائق. تتأكد الجهاز عليه حساب جوجل اكاونت اولا. نضبط الجهاز كم اعدادات الجهاز حتى نتأكد، يعني اوريدي يمكنك على شبكة الواي فاي مالتي. هسه يدور لي على التحديثات حتى يتأكد. انتظر الآن يكمل. هسه يقول لي ارسم النمط او استخدم حساب جوجل بدلا من ذلك. هذي ما اعرف النمط، اروح لاستخدام حساب جوجل حتى نتأكد انه واجهة الجوجل اكاونت او واجهة اثبات الملكية موجودة. هاي مثل ما تشوفون قدامكم واجهة اثبات الملكية اللي ما راح اقدر اتجاوزها بدون ما ادخل حساب الجوجل اللي كان موجود على هذا الجهاز او اللي كان موجود على هذا الجهاز. انطي التالي، ما راح اقدر اتخطاها. طريقة التخطي جدا سهلة، اربط الجهاز على اللابتوب على برنامج الاودن مسلم او برنامج السامسونج FRB تول، اي واحد من عنده بكيفكم. نحن راح نروح عن طريق ثغرة المتصفح راح نقدر نتخطى الحساب. هاي واجهة برنامج الايزي سامسونج FRB تول. اربط الجهاز باستخدام كابل USB وانطي باي باس FRB وانتظر يكمل. طبعا حينطيني رسالة يقول لي اتأكد ان جهازك مربوط على شبكة الواي فاي. انطي اوكي وانتظر انه يشغل. مثل ما تشوفون شغل عندي المتصفح. انطي عرض، دخلنا على اليوتيوب وهنا كمل نص الشغل عندك. هسه كل اللي مطلوب من عندك انه تتبع الخطوات التالية. نروح الى موقع فايل FRB، افتح اول شيء حتى اتأكد. طبعا كل ثغرة قافلة اللي هي ثغرة السيم كارد بن وثغرة السيتنج. اروح للسيتنج، اروح الى الضبط. هذا الموقع طبعا مخيلك فد رابط قبل دخلك الى ضبط الجهاز. اروح الى شاشة القفل، احاول اغير الباسورد. اذا غيرت الباسورد فاني كملت. اجي هنا مثل ما تشوفون ما اقدر اطب الى نوع القفل. اطلع منه، اروح الى المقاييس الحيوية، ضبط اخر للحماية، اروح الى تثبيت الاطارات. هو يجي هو عموما يجي طافي فاني افعله، واروح لاستخدام نوع قفل الشاشة لإلغاء التثبيت، أفعله مثل ما تشوفون ما يتفعل. إذا كل الثغرات عندي قافلة، أطلع من ضبط الجهاز وأروح أفتح الجالكسي ستور. أفتح الجالكسي ستور، راح أعوف لكم رابط هذا الموقع بصندوق الوصف. أنزل إلى الأخير وأفتح الجالكسي ستور منه. فتح عندي الجلاكسي ستور. لازم يكون عندك حساب سامسونج اكاونت. نجي منا
في البحث نكتب نجعل البحث نكتب جوجل ونختار جوجل بلاي سيرفيس هيدن سيتنج وانطي تنزيل حيطلب مني حساب سامسونج اكاونت ادخل حساب السامسونج اكاونت هسه سوي تسجيل دخول طبعا سامسونج اكونت مربوط عندي برقم تليفون فانتظر الرمز يجي على رقم التليفون اللي ينتهي ب 6 8 مثل ما تشوفون قدامكم ادخل الرمز الاحتياطي عفوا ادخل الرمز اللي جاني على رقم التليفون او الرمز الاحتياطي اللي انا عندي تم تسجيل الدخول انتظر يكمل تسجيل الدخول ويبدي يحمل عندي هذا التطبيق طبعا تطبيق صغير بالحجم عبارة عن 200 بعد ما يكتمل تحميل هذا التطبيق وتثبيته مجرد انه نطبل التطبيق طبعا هو هذا التطبيق مهمته انه مجرد انه نطبل هذا التطبيق مهمته كل سهلة عن طريق نختار قفل الشاشة سواء كان رمز او نمط ونطلع من التطبيق ونرجع الى صفحة البداية ونرجع نضبط الهاتف راح يطلب مني قفل الشاشة اخلي قفل الشاشة اللي انا خليته وبهذا الامر اكون تجاوزت حساب الجوجل افتح التطبيق واروح طبعا مثل ما تشوفون ماكو اي تسميات فاروح الى الخيار ما قبل الاخير عفوا روح الخيار ما قبل الأخير هذا الخيار الأخير هذا الخيار ما قبل الأخير مثل ما تشوفون قدامكم يقول لي اختار حماية هاتفك على سبيل المثال اختار رقم البين وانطي مثلا 4 أصفارة وانطي متابعة ارجع مرة ثانية ادخل قفل الشاشة 4 أصفارة وانطي موافق وانطي تخطي وهيش يكون كملنا هسه نرجع الى صفحة البداية رجوع رجوع كل رجوع الى ان ارجع الى هاي الصفحة انطي مرة ثانية ارجع اضبط الجهاز مرة ثانية التالي اربط على شبكة الواي فاي انطي توصيل التالي مثل ما تشوفون ده يطلب مني فوق فري فاي بن يقول لي دخل البين كود او قفل الشاشة من نوع بن اللي انت مخليه فاني ادخل البين كود اللي انا خليته اللي هو عبارة عن 4 أصفار انطي التالي وهاي هي صفحة اثبات الملكية هنا هسه ما جاي يطلب عندي اثبات ملكية ده يقول لي تسجيل الدخول ومنطي التخطي انطي التخطي وبذلك اكون كملت تخطي حساب جوجل اكاونت لهاتف سامسونج A10S على آخر حماية اللي هي الباينري 7 أو S7 انتظر الجهاز يكمل ويفتح حتى نتأكد انه تخطينا الحساب
موافق. منطقة، شكرا. وهذا الجهاز فتح عندي بكل بساطة وبكل سهولة، بس اروح للضبط واراويكم موديل الجهاز. هذا الجهاز، هذا مثل ما تشوفون جالكسي اي 10 اس على الاصدار. هاي معلومات البرنامج، وهذا رقم الاصدار باينري 7. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.